إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، نقف اليوم مع قصة من قصص القرآن التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. ومن هذه القصص قصة سبأ. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. عباد الله، كانت سبأ من ملوك اليمن وأهلها، وكانت التبابعة منهم، وبلقيس التي ذكرت في قصة سبأ منهم، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله. ثم أعرضوا عما أمروا به، فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد شذر مذر. وقيل أن مسكنهم بلدة يقال لها مأرب. قال رجل: يا رسول الله، وما سبأ؟ أرض أو امرأة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد 10 من العرب، فتيامن منهم 6 وتشاءم منهم 4، فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعرون وحمير وكندة ومدحج وأنمار. فقال رجل: يا رسول الله، وما أنمار؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذين منهم خثعم وبجيلة، كما في صحيح الترمذي. لقد كان لسبأ في مسكنهم، أي في محلهم الذي يسكنون فيه، آية. والآية هنا ما أدر الله عليهم من النعم وصرف عنهم من النقم ليعبدوا الله ويشكروه. ثم فسرت الآية بقوله: جنتان عن يمين وشمال. وكان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة، وكانوا بنوا سدا محكما، فكانت السيول تأتيه فيجتمع هناك ماء عظيم فيفرقونه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله، وتغل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم، ويحصل لهم به الغبطة والسرور. قال الإمام القرطبي رحمه الله: كانت المرأة تمشي فيهما على رأسها مكتل، فيمتلئ من أنواع الفواكه من غير أن تمسها بيدها. لا إله إلا الله، ما أعظم النعم إن شكرت. فأمرهم الله بشكر نعمه التي أدرها عليهم من وجوه كثيرة، منها هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما. فأعرضوا عن المنعم وعن عبادته وبطروا النعمة حتى إنهم طلبوا وتمنوا
أن تتباعد الأسفار بين تلك القرى التي كان السير فيها متيسرا، وظلموا أنفسهم بكفرهم بالله وبنعمته، فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي أبغتهم فأبادها عليهم، فأرسل عليها سيل العرم، أي السيل المتوعر الذي خرب السدود وأتلف الجنات وخرب البساتين، فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق الغناء والأشجار المثمرة، وصار بدلها أشجار لا نفع فيها. ولهذا قال الله عز وجل: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل، أي شيء قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعا، خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وهذا كله شجر معروف، وهذا من جنس عملهم. فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح، بدلوا تلك النعمة بما ذكر. ولهذا قال الله عز وجل: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، أي وهل نجازي جزاء العقوبة بدليل السياق إلا من كفر بالله وبطر النعمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، عباد الله، أرأيتم ما أصاب قوم سبأ؟ تفرقوا وتمزقوا بعدما كانوا مجتمعين، وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم وأسمارا للناس، وكان يضرب بهم المثل فيقال: تفرقوا أيدي سبع. فكل أحد يتحدث بما جرى لهم، ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا من قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار على المكاره والشدائد. عباد الله، إن نعم الله علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، واعلموا أن شكر الله على نعمه من مفاتيح السعادة وزيادة الرزق. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله عز وجل: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. واحذروا عباد الله من الاغترار بالنعم المسبقة عليكم، فلقد أهلك الله كثيرا من الأمم التي أسبغ عليها النعم بسبب الذنوب. قال الله عز وجل: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهدك وولي عهده بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، وأرزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال بلاد المسلمين، اللهم أصلح أحوال بلاد المسلمين، اللهم أصلح أحوال بلاد المسلمين في كل مكان، وأنزل عليهم الأمن والسكينة والطمأنينة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.